هذه هي قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. الرقراقي يحقق الأرقام القياسية. وصل فريق الوداد الرياضي مسيرته القوية هذا الموسم، حيث انتزع البطاقة الأولى المؤهلة لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه، عقب فوزه على بيترو أتلتيكو الأنغولي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفاز عليه بأربعة مقابل اثنين في مجموع المباراتين. وحقق فريق الوداد الرياضي أرقام مميزة هذا الموسم تحت قيادة مدربه الرقراقي، إذ أن الفريق الأحمر هو الأكثر انتصار في المسابقة بسبع انتصارات، ولديه أقوى هجوم بعدما سجل 20 هدف، وأقوى خط دفاع بعدما استقبلت مرماه 7 أهداف. وإلى جانب الأرقام المذكورة، بات الوداد الرياضي الفريق المغربي الوحيد الذي نجح في تحقيق 4 انتصارات متتالية خارج قواعده في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى أنه جرد جاره الرجاوي من الرقم القياسي الذي كان بحوزته، وبات أكثر الأندية الوطنية تحقيقا للفوز في مسابقة دوري أبطال إفريقيا برصيد 64 انتصار لكل منهما. ويحتاج فريق الوداد الرياضي لانتصار واحد لفض شراكة مع غريمه الرجاء، إذ أن فوز الفريق الأحمر بالدوري الأبطال الإفريقيا سيمنح الوداد الرياضي فض الشراكة وشراكة أخرى مع الرجاء، وهي 3 بطولات دوري أبطال إفريقيا. يذكر أن الوداد الرياضي سينتظر معرفة هوية الطرف الثاني في لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويبقى الأهلي المصري هو الأقرب لمواجهة الوداد بعد تفوقه برباعية نظيفة أمام وفاق سطيف. إلى هنا نصل لنهاية الفيديو، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.